فلوس الدنيا كلها ما تسويش انك انت ترفع السلاح في وشهم. في ايه يا ناجي؟ نحن لا نسعى الى المال، انما لنا قضيه نريد ان يعرفها العالم كله. واحنا بنعرفها كويس، بس ما تعرفوش الكرامه. نعم، مثل ما قال، انتم لا تعرفون الكرامه. الا الكرامه، الا الكرامه. هم الاوعى لازم يعمل حاجه.
ايه مالك يا ابراهيم؟ انت بتفهم في اصابات الملاعب يا تهامي؟ لا لا، امال جاي تعمل ايه؟ هجرب. انت جاي تجرب في رجلي؟ اوعى. سيبنا يا ابراهيم. اسيبك ايه؟ اوعى. سيبنا يا ابراهيم. سيبنا يا ابراهيم. سيبنا يا ابراهيم. انت حمار يا لا، انت حمار. سيبنا يا ابراهيم بقى. عارف يا جوجل، لو بتتكلمي عربي ده انا كنت قلتلك كلام عمرك ما سمعتيه. ده انا مش بقيت كنت اقول فيك الشعر لاول مره في حياتي. كلمي، قولي ابراهيم. ما انا هتكلم واقول بس اجوجه. انت بتتكلمي عربي؟ ايه، بابويا وشهاده عاشت في مصر كتير، هو كمان علمتني حب مصر وحب الناس بتاعت مصر. ده الناس بتاعت مصر هتحبك وهتموت فيك. أنا كمان حب أفلام بتاعت مصر. أنت حب أفلام بتاعت مصر؟ شفت حين ميسرة؟ لا، أنا حب زوزو. زوزو مين؟ كلي بالك من زوزو. كلي بالك من زوزو؟ أنت حب كلي بالك من زوزو؟ يلا قولي الشعر بتاعك. شعر؟ هقولك شعر. هنقول إحنا لسه حبايب، يوه ما خلاص قلناه. هنقول إن قلبنا دايب، يوه ما خلاص قلناه. دي شعر إبراهيم؟ لا، دي قصيدة. الحمد لله على السلامة يا إبراهيم. أنت عملت إيه؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا أجوجا. أجوجا؟ أنت صاحبتي قبل كده؟ متى تعني يا إبراهيم؟ أعني إن هل كان لديك أي علاقة مع الشاب من قبل؟ لأ. لأ أجوجا، أنتوا الجواز عندكم هنا في القبيلة نظامه إيه؟ أجوجا، أنا يا سيد ناجي